مشاهدينا، وللحديث أكثر عن واقع العراق التعليمي في اليوم العالمي لمحو الأمية، معنا من بغداد التدريسي والكاتب الدكتور عادل الجبوري. مساء الخير دكتور. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. مرحبا بكم. العراقيون يشكون باستمرار من القطاع التعليمي بشكل كبير، سلبيات كثيرة يتحدثون عنها، لو تجمل لنا في هذه اللحظات أو الدقائق ما أو إلى أين وصل الواقع التعليمي في العراق وما أبرز السلبيات فيه؟ اليوم احنا بالعراق بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أصبح التعليم ليس بالمرتبة الأولى. نعم. التعليم أصبح تعليم فاشل، معلمين لا يفقهون شيئا من التعليم، ليس لديهم طرق للتدريس. يعني أنا درست في الكلية التربوية المفتوحة، معلمة درس جيل كامل ما تعرف غير طريقة الإلقاء، وهي طريقة متخلفة في عملية التدريس، يعني ماكو تواكب مع العلم. إضافة إلى أمور أخرى أنه المدارس اللي موجودة اليوم، العراق بحاجة إلى 3000 مدرسة. نعم. هاي 3000 مدرسة حتى يسد واقع عدا المحو الأمية، لكن نشوف هاي 3000 مدرسة ليسدون قسم من عندهم. المدارس الأهلية، يعني المدارس الأهلية رغم تأخذ المبالغ العالية من الطلبة ومن أهليهم، لكن سدت جزء من الفراغ بسبب عدم وجود نية لهذه الحكومة أن تبني المدارس يوميا، مدارس من الصين ويوم مدارس من روسيا ويوم مدارس من الأمية. ما عندها نية، يعني المفروض أقوم ببناء مدارس حسب حاجة الطلبة السنوية. اليوم هم متعمدين لأن يبقى العراق متخلف، يبقى العراق يحتاج إلى ناس عندهم كفاءة عالية في عملية تدريس الطلبة حتى نطلع. اليوم نسبة الوحو الأمية بالعراق أصبحت نسبة عالية. النسب طيب. وزارة التخطيط تحكي شكل تعطي نسبة، واليونسكو يعطي نسبة، ونقابة المعلمين تعطي نسبة. طيب هنا دكتور، وزارة التخطيط فعلا تتحدث عن نسبة الأمية في العراق تقول تتجاوز نسبة 12%، ما الذي أوصل الأمور وفق وزارة التخطيط إلى 12% وهو رقم ليس بالقليل؟ هو حتى 13% ليس رقم صحيح، أكثر من 13%، لأن يوم العراق بعمر الدراسة الطلاب، يعني التلاميذ في عمر الدراسة لم يلتحقوا بالدراسة بسبب شرف العيش، بسبب أنه يروحون يشتغلون عمال، وقسم من عندهم متسولين في شوارع بغداد. يوميا نكتب احنا الى وزير الداخلية نقول له ذول متسولين بأعداد هائلة ما رايح المدرسة، ما رايح المدرسة. فهذول هم جياع، فعلا جياع. أنطيهم رواتب، أنطيهم ودخلهم في مدارس وأمنعهم من التسول. هذا جيل حيطلع جيل متخلف. العراق يعني ما يبقى الدكتور والأستاذ يعني عمر طويل. هذا منو حيكون جيل يحل محله إذا جيل متخلف ليس له علم في كتابة اسمه؟ وهذا اللي بنشوفه. إضافة إلى موضوع التدريس، يعني شو بيخرج كليات نشوفه ما يعرف يكتب اسمه لحد الآن. هذا نجح لأنه الكليات الأهلية تنجح بسرعة حتى تأخذ فلوس. هذا مو دور تعليمي، مو دور تعليمي متميز للبلد. نعم. بين هذه النسبة ونسبة وزارة التربية في وقت سابق تقول أن عدد الأميين في العراق 11 مليون، يعني أكثر من ربع الشعب العراقي اليوم هو أمي. وزارة التربية أين هي من هذه الأعداد الخطيرة؟ أكثر من هذا العدد موجودين من الأميين، ووزارة التربية اليوم تشكو. أنا ملتقي بالسيد الوزير الدكتور إبراهيم دامس قبل فترة، شكالي من وجود نقص عدة في المدارس بحدود 3000 مدرسة، بحدود 3000 مدرسة، والتخصيصات اللي عدة ما تكفي لبناء مدارس، لتصليح المدارس ما تكفي، لتصليح المدارس ما تكفي. المدارس اليوم الطالب اللي يروح لمدرسة حكومية يريد تتوفر له مي بارد، تتوفر له بنكة بالصف مو مثل الأول، يتوفر له مرافق صحية صحية جدا. هذا كله ما متوفر بسبب عدم وجود تخصيصات. وين التخصيصات تروح؟ ما حد يعرف بها وين. لذلك التربية أيضا تشكو من النقص اللي موجود عندها في الأموال لتصليح زجاج المدارس
بيصير الرحلات، رحلات ما عندهم، رحلات ما عندهم، رغم انه اكو موجود عندهم معمل لتصنيع الرحلات، لكن ما يكفي هذه المدارس اللي تثبتها كثرت مدرسه. الحاجه اليوم مو سهله. نعم دكتور، وفق هذه الصوره ووفق الامكانيات المحدوده لوزاره التربيه، حكومه السوداني يعني غير قادره على تحسين الواقع التعليمي في البلاد، ولكن في ذات الوقت يعني هناك اتفاقيه صينيه المؤمل منها ان يتم بناء المدارس وتوفير مستلزمات الواقع التعليمي في العراق بمقابل 100,000 برميل نفط يوميا، لماذا لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيه لغايه اليوم؟ والله هذا الموضوع احنا سامعين من قبل عشرات السنين، مو بحكومة السيد السوداني، نعم يعني من حكومة المالكي، لكن نشوف انه هو التدخلات السياسية تصير هي تمنح وجود هذه الشركات الصينية، والشركات الصينية فعلا تشتغل وتؤدي واجبها وتسلم مدارس في الوقت المحدد، لكن التدخلات السياسية اللي كل واحد يريد شركة ياخذ منها عمولة، فهذه مسألة الشركات الصينية أصبحت اليوم شماعة أنه يعني حنسويها عند الشركات الصينية، لكن حكومة السوداني لن تستطيع بسبب التدخل السياسي للأحزاب ومحاولة السيطرة على العمولات اللي موجودة في عملية صناعة المدارس للطلبة، وسيبقى العراق لا ما لم تأتي له حكومة وطنية تخاف عليه، تمنع الاستغلال، تمنع الرشاوي، يبقى العراق هكذا، لا حكومة السوداني ولا غيرها تقدر تأمن هذه الحالة. نعم. من بغداد التدريسي والكاتب الدكتور عادل الجبوري، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.